رئيس الوزراء جوزيف جمرنجار دتنجي يترأس فعاليات افتتاح أعمال الجمعية العمومية 32 لمؤسسة شلتل أفريقيا التي تهتم بالمعمار والعقاري. وزير التعليم والبحث والتدريب المهني العالي الدكتور آدم بوجا يترأس الانطلاقة الرسمية لامتحانات الشهادة الابتدائية بثانوية زيد بن ثابت هنا في العاصمة الجمينة. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة. وفي هذه النشرة أيضا معي في الاستوديو ضيف للأخبار، وهو المنسق للبرنامج الوطني للأمن الغذائي السيد إساق عبد الرحمن حجار. السيد المنسق، مساء الخير. مساء الخير. سنتناول معه في هذه النشرة سياسة الحكومة في إطار الأمن الغذائي، وسنناقش ذلك في نهاية هذه النشرة. ترأس اليوم رئيس الوزراء جوزيف جمرنجار دتنجي مناسبة افتتاح أعمال الجمعية العمومية 32 لمؤسسة شلتر إفريقيا، المؤسسة التي تهتم في مجال العقاري. المناسبة جرت في خيمة فيلا الكبار الضيوف في العاصمة الجمينة. تفاصيل أوفى في تقرير محمد حسن آدم. هذه الجمعية العمومية 32 لمؤسسة شلتر أفريقا جاءت بهدف تقديم حصيلة سنوية لأعمال الجمعية العمومية 31 إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بترقية قطاع العقارات وبناء السكن الاجتماعي في إفريقيا. وأن المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1992 قامت بالعديد من الإنجازات والمبادرات بجانب الحكومات الإفريقية في مجال البنية التحتية، كما أن المناسبة تخللتها عدة مداخلات، منها كلمة المدير العام لمؤسسة شلتر أفريقيا الحسن باع الذي شكر السلطات التشادية لوقوفها الدائم بجانب المؤسسة وكذا استضافتها هذه الجمعية العمومية. وزير السكن التمدن والشعون العقارية والملكية والرئيس الدوري لهذه الجمعية العمومية غاتان غولو في كلمته بهذه المناسبة تحدث عن أهم المبادرات المبذولة من قبل السلطات العليا بالدولة في مجال البنية التحتية والتهيئة العمرانية بمختلف المدن الكبرى للبلاد، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يسعى جاهدا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى منح المواطنين بيوت راقية مواكبة لعصر النهضة، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية وحياة الشعب التشادي. هذا وكما قام معالي رئيس الوزراء جوزيف جمرنجار دتنجي بتفقد أجنهة المعرض الذي قصص لمتابعة فعاليات الجمعية العمومية، والذي تم فيه عرض صور وخرائط أهم المبادرات الإفريقية في مجال العقارات والبيوت. وفي كلمة المناسبة تطرق الوزير الأول إلى أهم الإنجازات والمبادرات التي قامت بها الحكومة الشادية في مجال ترقية قطاع العقاري. tiens à exprimer ma très grande satisfaction d'être invité à ouvrir. هذا الهدور المكثف يصف تضامن الدول الأعضاء في مؤسسة شلتر وأهمية مناقشة القضايا والمسائل المتعلقة بترقية قطاع السكن في إفريقيا، وأن هذه المسألة أيضا تخص السكن الحضري الذي تعاني منه العديد من الدول الإفريقية المتمثلة في النمو السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر، بالإضافة إلى عجز الدول بتزويد سكان المدن الكبرى بالسكن. كما نأمل أن تكون المبادرات التي تقوم بها مؤسسة شلتر أفريق حلول ناجعة لبعض المسائل، كما أن بعض المدن الكبرى في إفريقيا تعاني من أزمة سكانية وقلة المباني الراقية، ومما يؤدي ببعض الأسر والأطفال للجوع إلى بعض النشاطات التي لا تليق بهم، وأخيرا ظاهرة الإرهاب الذي بات يهدد المسيرة التنموية في القارة السمراء. السادة والسيدات،
أن تشاد شهدت تقدماً ملموساً في الآونة الأخيرة في مجال البنية التحتية، خاصة ترقية العقارات، وخير دليل على ذلك مشروع إنشاء بنك الإسكان الذي سيلعب دوراً وسطياً بين رجال الأعمال والمواطنين، وكذا المشاريع العملاقة المتمثلة في رصف الطرق وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمباني الإدارية والمرافق العامة. ومن ناحية أخرى أحث الجميع على مناقشة المسائل المتعلقة بترقية العقارات. كما أود أن أشكر المدير العام لمؤسسة شيلتر أفريك وأعضاء المجلس الإداري إلى جانب رئيس الجمعية العمومية 31 لما قاموا بها من إنجازات هامة لا يستهان بها في مجال ترقية العقار في العام 2012. Au président de la 31e Assemblée générale annuelle, au conseil d'administration et au personnel pour toutes les réalisations enregistrées au cours de l'année 2012. في موضوع آخر، ترأس وزير التعليم البحث والتدريب المهني العالي الدكتور آدم جوجا ترأس مناسبة الانطلاقة الرسمية لامتحانات الشهادة الابتدائية، وكان ذلك بثانوية زيد بن ثابت بالدائرة الثامنة هنا في العاصمة إنجمينة. محمد حارون أبو غريم كان هناك. بهذه الحفاوة والاستقبال الرائع وفي جو ممزوج بالأناشيد والإبداعات المختلفة من قبل التلاميذ المترشحين في الشهادة الابتدائية، حل وزير التعليم والبحث والتدريب المهني العالي الدكتور آدم جوجا والوفد المرافق له ضيفا بثانوية زيد بن الثابت، وعندها رحب مفتش وزارة التعليم الأساسي بالدائرة الثامنة دونغوس أبو راي بالوزير ومرافقه، كما أثنى على جهود شركاء التنمية الذين تعاونوا معه في بناء العديد من الفصول ودعمهم بوسائل تعليمية أخرى، مناشدا الوزير بتوفير المعدات الأساسية والنظر حول مشاكلهم التي قدمت بالوزارة وذلك مواصلة لمشوارهم التعليمي. وعقب هذا أطلق وزير التعليم والبحث والتدريب المهني العالي الدكتور آدم جوجا الانطلاقة الرسمية للشهادة الابتدائية دورة 2013 بثانوية زيد بن ثابت. المادة مهمة مرويت عشان تعرفوا التدعيم ده الفاكسيناسيون زي ما نعرفوا ده خاصة للأولاد وقتها مهمة روايت، خاصة مثل الشلل قلنا الشلل ده كان الأولاد الأسرة كي مالا أولادها ما تحامل بالتدعيم ده، بعدين الأولاد ده يكون ناقصين وبعدين نادم بس ناقص ده ما يقدر يقري أديل ما يقدر يخدم ولا حكومة ذات للبلد ذات كل ما يدي فايدة بشيء. هذا وأن إدارة المدرسة قدمت للوزير هدايا رمزية ومصحفا، وعلما بأن امتحانات الشهادة الابتدائية ستستمر 3 أيام والمادة الأولى هي الإنشاء تحت عنوان ما هي أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال. وزير التعليم والتدريب المهني الثانوي عبد الكريم سعيد بوش ترأس الانطلاقة الرسمية لامتحانات القبول في المدارس الفنية والمهنية، حيث جلس أكثر من 100,000 طالب وطالبة في جميع ربوع الوطن. محمد طاهر صالح. بالجملة 1035 متخرج في ربوع البلاد جلسوا الامتحانات النهائية للثانويات والإعداديات ومراكز التدريب الفني والمهني. الممتحنون 542 لطلاب الثانويات مهنيين في ورش التكييف والتدريب وتصليح السيارات والكهرباء، و188 من طلاب الإعداديات الفنية لتصليح السيارات والكهرباء والسباكة والنجارة واللحام، و305 في المراكز التدريبية بنفس الإعداديات إضافة إلى البناء. وهذه المعاهد موزعة دبلوم التخرج التكوين المهني الفني في مندو سار أبشا، ومركزين للثانوية المهنية في نجمينة وسار، ومركزين للإعداديات الفنية والمهنية في مندو وأبشا. أما مراكز التكوين الفني المهني فهي 10 مراكز: بونغور ولاي وبالا ودوبا والبحيرة وماو وآتيا ومانغو وكمرة بالإضافة إلى نجمينة، وبها الميكانيكا التطبيقية. الرئيس فكر وقال لازم نتطور الفوليانا فورماشون بروفيشنال
وهو نيتا مخلص وهو خلاص صرح كل أنت الإمكانيات وبس أنتو نمشي في الأمل ونتطور الفورماسيون بروفيشنال مش هنا البلدان آخرين التطور هنا البلد ده يبقى إلا بالفورماسيون بروفيشنال بالمهن وده مهم وهذا ده بس أننا قاعدين في التاريخ عم باكر تشيف إيال ده كان مرقو طوالي الانتربريز ولا شنو بشلوم ناس ما بيشوا مي بالحين ولا هم مزاتك بقدر بفكوا أتلي حقهم يلسي في شيء كبس يعني بتاتر ميكرو كريدي يساعدهم يلقوا لهم إمكانيات شيء وناس يقدروا يفكوا وهم مزاتك بطان بشولوا ناس آخرين يعني بكري أمبلوا ده بسو أهمية والإمبورتانس أساس ومكان مرغو ده هم مزاتك بطان بيسو عمل للأخوانهم الآخرين بقدر بشي بنادم وايد بنادم وايد بهيني وده بس الهدف أن رئيس الجمهورية والماشي فوقه وأني نقوله يعني نساعد في الأمل نفرد عشان قلبنا مش كده. كما زار وزير التعليم والتدريب المهني الثانوي عبد الكريم سعيد بوش الورش الفنية بالمعهد الفني الصناعي لرؤية أعمال الطلاب التطبيقية في هذه المجالات وما يقدمه هذا المعهد من خبرات فنية تساعد الطلاب في أعمالهم المهنية بعد التخرج وفتح فرص العمل لهؤلاء الشباب أمام القطاعين العام والخاص. ترأس اليوم وزير المياه القروية والحضرية علي محمد عبد الله ترأس مناسبة افتتاح ورشة اعتماد وثيقة البرنامج المتعلق بالحجر النوبي والرملي. قمر محمد قمر تابع هذا الخبر. بغية وضع خارطة عمل ممنهجة واستراتيجيات طموحة لمشروع الحوض النوبي الرملي الذي يتواجد بالمنطقة الشمالية بالبلاد والذي تشترك فيه 4 دول وهي السودان، ليبيا، جمهورية مصر العربية وتشاد. وتقدر المياه التي يحويها هذا الحوض بحوالي 500,000 كيلومتر مكعب. لذا جاءت هذه الورشة التدريبية لتوحيد الرؤى في ميادين العمل المختلفة بين الدول الأعضاء بغية الاستفادة من الثروة المائية لهذا الحوض. الحجر الرملي النوبي تكوين جيولوجي بيحمل كمية كبيرة من المياه تسمى خزان الحجر الرملي النوبي. هذا الخزان يمتد عبر 4 دول والمنظمة قصدها أنه هناك مياه مشتركة بين 4 دول وكل دولة بتحاول تستقل هذه المياه ولكن الدول اجتمعت على أن استقلال هذه المياه يجب أن يكون بطريقة رشيدة حتى لا يحصل تلوث للمياه. وزير المياه الحضرية والقروية علي محمد عبد الله في خطابه الاستهلالي لفعاليات الورشة أكد على أهمية المياه في تسيير جميع الأنماط الحياتية ولذا فقد وجه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو بضرورة زيادة نسبة الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى 60% و35% للنظافة بحلول العام 2015 و2000 مناشدا المشاركين بطرح الأفكار والأراء التي تجود من خطط هذا البرنامج. حري بالتذكير إلى أن تشاد انضمت لدول هذا الحوض في العام 1999 وتستمر فعاليات هذه الورشة يوما كاملا. نظم المعهد التشادي للدراسات الإحصائية والسكان دورة تدريبية للكادر التشادي في المعهد الكاميروني للدراسات الإحصائية والاقتصادية. الدورة استمرت 6 أشهر. تفاصيل أوفى في تقرير محمد حسن محمد. بمناسبة حفل تسليم شهادات للكوادر التشاديين الذين تحصلوا على دورة تدريبية استمرت 6 أشهر في العاصمة الكامرونية ياوندي وذلك في مجال الإحصاءات والدراسات الديموغرافية بجمهورية الكاميرون. السفير التشادي لدى الكامرون رحب بحضور ممثل المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية لمشاركته في هذا الحفل للدورة التكوينية للكوادر التشاديين للإحصاء التطبيقي مضيفا على أهمية السلطات التشادية في تطبيق مشروع تدريب الكوادر التشادية في إطار الاستراتيجية الوطنية والإحصاء في تشاد.
أما ممثل المدير العام ورئيس قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية موسى محمد حجار قدم شكره للمعهد التكويني والبنك الأفريقي للتنمية في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال الإحصاءات من عام 2011 إلى 2015، مشيرا إلى أهمية الدورة في تحسين مستوى الكوادر التشاديين وتحسين مستوى المصداقية في مجال نشر البيانات الإحصائية. من جانبه مدير المعهد التكويني أشار إلى تاريخ تأسيس المعهد الذي أسس عام 1984، مضيفا أنه يهدف إلى تكوين الكوادر في مجال الإحصاءات والدراسات الاقتصادية في البحث التطبيقي وتحليل البيانات الإحصائية الكمية والكيفية. هذا وقد استغل الفرصة في تقديم الشكر والعرفان للدولة التشادية التي تسعى دائما في تقديم الإحصاءات الديموغرافية. في موضوع آخر، أبرمت الحكومة مؤخرا اتفاقية مع نقابات العمالية في القطاع العام، وتنص هذه الاتفاقية إلى زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40% حسب جدول الرواتب. هذه الزيادة طبقت ولكن لم تكن عامة ومتفاوتة. أحمد خميس جمعة تابع هذا الخبر. الزيادة ما الزيادة وما أدراك ما الزيادة في جدولة رواتب الموظفين بنسبة 40% أصبح أمرا واقعيا لدى الموظفين في القطاع العام. هذا الأمر أثلج صدور الكثير من العمال، كما أصدع رؤوس معظم الموظفين زيادات يتجاهل العديد من الموظفين عن كيفيتها على الإطلاق. الزيادات جاءت بناء على اتفاقية بروتوكول الموقع عليه في 17 أبريل 2013 بين الحكومة والنقابة. لمعرفة الكثير حول هذه الزيادة التقينا ببعض الموظفين الذين ذهبوا لصرف رواتبهم قائلين: أنا حقي زاد، مدام تيجي في إدوكاسيون ناسيونال زاد، وناس أنا إدوكاسيون ناسيونال قرصة زاد، فاتانا زاد كي بس كما إنهم حاجات دقاق دقاق كي وزاد. الحمد لله أنتوك زاد، ونشكر حكومة دورك يزيد لنا شيء بطن. سلام زادو شيء شارل دا الغروس زاد، لكن ياتو من بروميس الرئيس سوادا سوا، لكن كونتي في راسا لي بروميس كارين السوادا يتنير انكون ان شاء الله في سنه ولا شهر الجايين دا بيزيد لي انا كلو فونكسيونير غنابغو فرحانين بورصه ناي الفي بانك كل شيء ولا الزادو دا انا ما نعرفا بريمير مينيستر دا ميرسي أناو كاتير وسيء، ولكن بورس الأوغمانتاسيون دا ب لـ 1 جانفي أنا 2013 ولا يوم الوسيء مكتوب دابا سومن زادول نقول أنا ما نعرف. كما أعرب بعض الموظفين عن استيائهم من الزيادة بأنها بسيطة ولا تسد حاجياتهم الأولية، كما طلبوا من الحكومة وضع حد للغلاء الفاحش في الأسواق. كلام أنا كوميرسان أسد أنا اللي جيت أسي وجاي نمشي السوق ده نبيع أنكون شاك أنا قلا ده ومن قال آه فنشنا ده إنهم قرص كتير اليوم رئيس الزادة لهم قرص وقفنما أنتو ده ومن كل جاي أنتو كان رئيس بشاك ياتو مصر ب ستة ألف ده ومن جاي وزيد 2000 فوق 2000 ده بس كتير ده. المشكلة في السوق بزيادة ده سر السوق ده ما نلقى نهيل مشكلة على السوق. المشكلة اللي في السوق ما نفع زيادة هم من على الصالير زاد شيء سبتوات شيء ما في السوق لزاد. من ناحية النقابة وخاصة اتحاد نقابات تشاد EST، فقد أوضح رئيسها بركة ميشيل بأن الزيادة برأت بالفعل، ويعد هذا الأمر خطوة إيجابية من الحكومة في احترامها للاتفاقية، وكذا يؤكد نيتها الحسنة في تحقيق السلام الاجتماعي. صحيح أن العديد من العمال شهدوا الزيادات في جدولة رواتبهم، إلا أن الزيادة متفاوتة من موظف لآخر حسب فهرسة الراتب، ولعل من المبكر التعمق في هذا الأمر لأن بعض الموظفين لم يجدوا الزيادة على الإطلاق. لا ندري هل هناك أخطاء من قبل القائمين بأمر المالية. سننتظر قليلا حتى يتم التوضيح عن كافة المسائل العالقة بهذه الزيادة. على العموم إننا متفائلون بهذه الزيادة.
حسب تصريح رئيس اتحاد نقابات تشاد. الجدير بالذكر، دعا رئيس اتحاد نقابات تشاد كل العمال الاقتراب منهم بغية تقديم توضيحات أكثر حول الزيادات التي تحصلوا عليها. تقرير عن زيادة الرواتب، ومعي في الاستوديو إن لم يكن الموضوع يخص الرواتب يخص الأمن الغذائي، وفي التقرير السيد المنسق سميت عن الغلاء المعيشة في السوق. معي في الاستوديو المنسق الوطني للأمن الغذائي السيد إسحاق عبد الرحمن حجر. هل تقدر تقدم لنا النبذة الأخيرة عن البنساخ؟ أيوة شكرا. بنسا يعني معناته بروجرام ناشيونال سيكوريتي اليمنتير بالنظام الوطني للامن الغذائي يا اسوسيشن. نعم. اول شيء البلدنا عندها خيرات كثيره. اول الاراضي زراعي عندها تقريبا 39 مليون هكتار. الهكتار يساوي 100 متر مربع، يعني عند أراضي زراعي كثيرة. ومن 39 مليون هكتار يعني 6.5 مليون الهكتار هم دول نقدر نخدمهم ونحرطوا يعني خريف وصيف. بعدين عندنا البهايم تقريبا 20 مليون عندنا من البقر والغنم والابل، يعني قريب 20 مليون. وعندنا هود وعندنا المي وكل شيء، لكن الجو في بلدنا يعني مستمرة، يعني ما قاعد يمرق. وده الشيء الرئيس فكر قال كيف عندنا كل شيء والجو قاعد، ده ما ممكن إلا نلقوا حلال. الحلال شنو؟ هذا البرنامج الوطني للأمن الغذائي. ده الرئيس الفكر خطه، حاسة أننا شغالين عشان الإنتاج يزيد، الجو يمر من البلد. سيد المنسق، عشان الإنتاج يزيد عشان الجو يمر، حاسة التقرير شفت الموظفين حجوا بيها فعلا جهود كان كله مباه في الميدان التركترات وشنو وزعت قبل 3 سنة سيد، لكن السوق لا حس كل ما حس بماله. لا الشيء وايد ما السوق ذات حس، لأن شنو؟ الأول شيء رئيس جابا شركة تراكترات هنا، ولحد الآن 1300 تراكتر موجود في المناطق الشات كله، وبدأ الشاري والشاريت وحاجات كل أسا الناس قاعدين يخدوا فوق ده مدة سنتين. السنة الفات خريف الفات الإنتاج زاد 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 مرة، والما هنا المصر والخلة والذرة ولا كده، يعني ما الخضار زاد زاد أي شيء زاد. لكن عنينا أن نمرقول من الأراضي ونجيبوا في السوق، والناس اللي يشتروا في السوق ويبوه في السوق ده كمان إلا اختلاف شيء. الاختلاف ده لسه ما لقينا الحلال، يعني من الشنو هكما قاعد يفكر فوق. وعنينا المهم الإنتاج يجد، بس عنينا نجيبوا أي شيء في السوق توا جاء في السوق يبوه بكم، والإدارة يبيع يأكل يبيع بكم، الإدارة يبيع ويربي بياته عيالك فوق البنفيس يبيع بكم، ده أكون موصي لقال. لكن علينا إنتاجنا رد نعرفه كذات مرة. رئيس الوزراء بدأ يوم 7 جوان مشروع كبير آخر في حملة هنا زراعة، كلمنا في الحملة دي بالضبط تحديدها كأهدافها. هو زي تعرف أمنول كان رئيس الجمهورية وزات مشى في بنوغايا، هو لانسي الكامباين، يعني ده شيء بوصف الرئيس الامبورتانس اللي قال بانتيل الاغريكولتور والإليفاج. ده سبب ده هو سيدا مشى في بنوغايا ولانسي وأورا
الثلاث السنين الأول في المنطقة هذا كله يكون خاص لعالم الريفي. عمل الريفي. من ذلك التراكترات والسماس والأنغري والتراب والأنغري على من أدوية ضد الحشرات حشرات و والانكادرير الناس اللي بيمشوا بيساعدوا المسارين وكي يعني ده كل رئيس عندنا امكانيات حاليا قاعدين في الـ في الـ في الميدان في الميدان نعم. وانا البريمير مينيستر الناس اللي مشى لان ده زاد كان في نفس الطريقه بس نفس الطريقه لكن السنه ما زاد نعم. التراكترات من الالف الرئيس قال السنه ذات بيجيبوا الف يعني يكون 2000 هسه تراكترات قاعد بيجوا من الالف قريب 400 هسه سنة وزينة والاخر كله قاعد يجي ده كلك نوزو والمهمية الهسة حكومة لنا وبالخاص الرئيس ده الشيء الودا الرئيس الوزراء مشى في لاي واللانسل كامباين تحديث ندخل المكانات في الارض هنا الزراعه وزراعه بدل ما هنا الايد نقبل نسوي زراعه عاليه حتو هل فكرت توعيه المواطن في الارض لان الارض ذاتك بقول الاندري كان كثير وكي في بعض التحفظات من المزارعين لا هو الاصل انغري علينا هسه الناس بيستعملوا ده انغري خفيف ده بدايه بس ده بالاخص انغري هنا ريس الشيء الآخر ده أنغري الشيء ما قاعد يدخل فوق الريش أنغري وأنغري ذاته كان بيجي كثير وقت الأرض ده أنينا يعني الناس على الأوندير والناس على المينيستر أغريكولتير أورا الناس ده كلهم عندهم خبر ما يعني أنغري بس يجيبوا أي أنغري يبسوا بعدين عن باكر من بكرة الأرض تموت لا 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 ما مشي الناس ده أنينا كلمنا لهم ووزير كله قاعد يكلم لهم وزير الزراعة كله قاعد يكلم لهم وأوندير والجروب ما والناس كله قاعد يورم وأنا ذاته نادو مهدد ما ننتم بالكمية يمشوا أي واحد داخله ما بلايات قمت بجولة في الهند في إطار التعاون هل الخبرة عن الهند ده يعني تابغ ما أنا نقدر ننتج ما شفته ده والله الهند هو الدولة الأول أسوا أسوا ريفوليشن فيرت وإنه خبرة عشان ده أنينا مشينا مرتين في مكانه مشينا إسرائيل مشينا في أولندا مشينا في جنوب أفريقيا كله عشان يدور نستفيدوا من الإكسبرينس هنا وبعدين أسا إننا مواعيد مام بيجي في تشاد يعني نخدم سوا ويعلمنا وأني ذاته نستفيد منه مستقبليا كيف تشوف البنس الأمن الغذائي يعني في المستقبل القريب إن شاء الله نمر من المشكلة التوفير أمن غذائي لا هو الجو في تشاد ما الجو اللي يمر بسنة ولا سنتين ولا شغل البروسيسيس ده أصل الرئيس عنده أمكانيات وكل ما سنة ألف تراكتر لحد 5000 تراكتر تكل الرئيس وراء وهذا قاعد 2000 في سنة وبعدين أمكانيات آخر كله فيه والناس ذات هسه بدو تو بيجوا في الزراعة الناس كتير هسه بدو بيجوا في الزراعة الفونكسيونير المينيستر الديبيتي أي واحد يقدر يسوي زراعة ده ذاته ليش شنو الجواب الأمن الغذائي ده بالجواب البيتوية بكل شيء وده بكم ماشين بمشي ده إن شاء الله الجو أمور مننا ما جو بس أني نزاتك نوفروا ونودروا نودهم برا وناكلهم بالجال إن شاء الله إن شاء الله شكرا سيد المنسق أدركنا الوقت نهاية النشرة شكرا للمتابعة وفي عون الله شكرا